السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم، أنا ماكي. ترى الآن تعلمنا الحروف العادية وحروف الصناعية والحركة، واليوم في هذا الفيديو أشرح إليكم كيفية تركيب الحرف كامل للغة الكورية. هناك ثلاثة طريقة لتركيب حرف كامل، لكن اليوم سوف نتعلم الأول فقط. هذا سهل جدا، أضف حركة إلى الحرف. هيا ننظر إلى أمثلة. هنا ثلاثة حرف. كيف يقارن جيد مع آ؟ كما قلت لكم قبل قليل، أضف حركة إلى حرف. دعيكم مسافة بين جيد و آ، إذن شكله يكون كذا. والثانية أيضا، أضف و إلى سانجيوك، ودعيكم مسافة بين سانجيوك و و، إذا يصير شكله هكذا. والثالث أيضا، إذا سيصبح هكذا. في الحقيقة كتابة حرف كامل سهل جدا، لكن المشكلة هي النطق. كيف ننطق هذا؟ ج ج ج آ ج آ ج آ تا تا تا. النطق الثاني صعب. سانجي ك وحركة و ك و ك و ك و قوا 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 قوا. بالثالث شيوت س حركة و س و س س و س و س و س س س. نطق السب جدا. لا أستطيع أن أريكم كل الحروف كاملة لأنها كثيرة، لذلك سوف أريكم بعضها. الأول غ آ غ آ غ آ كا 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 ن يا ن يا ن يا نيا نيا نيا. د أو د أو د أو. تو تو تو. ل يو ل يو ل يو. ليو ليو ليو. م أو م أو م أو. مو مو مو. س يو س يو س يو. شو شو شو. إين كما شرط إين إين هذا يساوي ألف همزة. أ أو أو أو. لذلك أو أو أو. ج يو ج يو ج يو. جو جو جو. ت أ ت أ ت أ. ت ت ت. ك إي ك إي ك إي. كي كي كي. ت وي ت وي ت وي. توي توي توي. ب أي ب أي ب أي. بي بي بي. ه وي
ه و ه و ه ه ه ه ت ي ت ي ت ي ت ي ت ي ت ي مرة أخرى ك ن ي ت ر ي م ش و و ج و ت ك ي ت ي ف ي ه ت ي طيب ينتهي درس اليوم الحمد لله كان صعب هذا مهم جدا جدا لذلك يجب أن تعيد تركيب كل الحروف كامل بالتوفيق طيب شكرا على مشاهدتكم وبارك الله فيكم مع السلامة إلى اللقاء